صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير جماهير نادي الاهلي العظام، صباح الخير جميع اعضاء نادي الاهلي بكل فروعه الاربعه ان شاء الله قريبا باذن الله. يا رب تكونوا كويسين وربنا يحفظكم من كل شر يا رب. طبعا وحشين بقالنا كتير ما جمعناش مع بعض. ان شاء الله برضو جايين النهارده نكمل سلسله الاخطاء الشائعه. انا مبسوط جدا ان السلسله دي يعني فادت او استفادت ناس كتير منها على قد ما اقدر، لان ده الاهم. الاهم مش انت تعرف صح، الاهم انت تعرف ايه الاخطاء الشائعه عشان ما تروحلهاش، عشان ربنا يا رب يحفظك ويبعدك عن اي شر وما تقعش في اي اصابه. النهارده جايين نكمل الحلقه اللي فاتت اشتغلنا على عضلات البطن، النهارده جايين نشتغل بقى على عضلات الرجلين. ايه هي التمارين اللي ممكن نلعبها في الجيم بس تكنيك صح، ونعرف ايه الاخطاء الشائعه عشان نبعد عنها. تعالى اول تمرين طبعا السكوات. السكوات طبعا معروف من اكتر التمارين المركبه المهمه جدا 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 اللي بتشغل عضلات كتير قوي في الجسم، مهم جدا للتخسيس، مهم جدا للضخامه العضليه، مهم جدا للتوافق العضلي العصبي، مهم جدا للتوازن، مهم جدا للتناسق والرشاقه. يعني شوفوا كل دي اهميه ايه عضله او تمرين السكوات بالنسبه سواء للراجل او للست. فخلونا النهارده نعرف ايه اخطاء الشائعه عشان نبعد عنها وربنا يحفظنا من اي اصابه. اول خطا بنشوفه، هقف معلش بطريقه عرضيه كده عشان الناس تشوف الركبه شغاله ازاي. انا هبدا اشتغل غلط الاول عشان نعرف. الناس ماسكه بار او دمبل ايا كان وبتبدا تعمل ايه؟ يا اما بتفتح رجليها قوي يا اما بتقفل رجليها قوي، وده غلط. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجه لازم نعرفها لازم اقف بمستوى كتفي بالظبط عشان يبقى التوازن بتاعي وثقل جسمي على الارض هيبقى افضل حاجه واحسن حاجه. طيب دي اول حاجه. ثاني حاجه اعمل ايه؟ انشف عضلات بطني، دي اهم حاجه عشان دي منطقه ثقل الجسم، منطقه الكور بتاعتي، وانشف عضلات ظهر. طبعا انا اكني شايل البار. طيب الجلوتس ليها دور او ليه مهم، دور مهم جدا في التمرين، ان انا لازم اكني نازل اقعد على كرسي عشان زاويه 90 عشان اطلع، ولما اجي اطلع ما اعملش بلوك لمفصل الركبه، لا افضل طالع بالمستوى ده. طيب ايه الخطا الشائع اللي بنشوفه؟ الناس بتعمل كده تعمل سكوات كده، وفي ناس بتعمل كده، وفي ناس بتعمل كده. ده غلط كله. الصح ايه؟ صح اقف بمستوى كتفي، رجليها بتبص لبره عشان يبقى في توازن، شايل البار على ظهري، شادد بطني، عضلات بطني وشاد عضلات ظهري، وانزل اكني نازل على كرسي زاويه 90. اهم حاجه ركبتي تبقى لبره ما تسبقش مشط الرجل، واطلع تاني اهو. واحد، اتنين، تلاتة. ناخد بالنا قوي يا جماعه ان الجلوتس بتروح فين وانا نازل. أربعة، لأن دي بتتقل جسمي مع راسي، يبقى في توازن بين منطقتين وهم دول المنطقتين أصلا ثقل الجسم، راسي وجلوتس. أهو راسي قدام جلوتس ورا، يبقى كده في توازن لجسمي، على أساس إن أنا لو شايل وزن تقيل ما أقعش بيه. هو ده التمرين الصح بتاع تمرين السكوات، وأنا طالع ما أعملش بلوك المفصل للركبة، بيبقى سوفت شبه مفرود. طيب التمرين الثاني والمهم جدا، وده للاسف كل الناس بتعمله غلط وفي الاخر بيوصلنا لمنطقه الخشونه لا قدر الله واصابات في مفصل الركبه. ايه هو؟ تمرين اللانج او الطعن. طيب تعال نشوف تمرين اللانج بيشتغل ازاي اصلا او بيستهدف انهي عضله. مبدئيا كده تمرين اللانج بيستهدف الهامسترنج بالجلوتس. طيب عشان اعمله لازم اخد من مبادئ السكوات اللي هي ايه؟ ركبتي لازم الرجل اللي ورا متنيه شويه زي ما انا واقف، ورجلي اللي قدام تنزل زاويه 90 واطلع، ما تبقاش مفروده قوي، لا تبقى سفت، تنزل زاويه 90 واطلع. اللي هي اللي ورا زي ما انتوا واخدين بالكم متنيه سن. الناس اللي بتعمل دي غلط، ما نعملهاش دي غلط. اهو ياخد خطوه بسيطه وينزل قدام، دي بتبوظ الاربطه في مفصل الركبه. ايه الصح؟ انا ماسك الدمبل اهو، بفتح الخطوه وانزل وارجع تاني، افتح الخطوه وانزل وارجع، ظهري مفرود، صدري مفرود، عضلات البطن مشدوده اهو. طيب الناس اللي بتلعب بالدنابل اللي بتعمل الحركه دي اهو، سوري اكنه بيجدف في البحر، دي مالهاش اي لازمه خالص، وبتتعب لي مفصل الكتف وبيتعب لي مفصل الحوض عشان ابقى اقعد اتمرجح بمفصل الحوض اهو. التمرين يا جماعه ظهري مفرود، باص قدامي زي ما انا شغال كده بالظبط اهو. ده تمرين اللانجز زي ما قال الكتاب، وده الصح، غير كده هيعمل لي مشاكل في جسمي. طيب التمرين الثالث والاخير
تمرين التالت والاخير اللي هو الهامسترنج، ده برضو من التمارين اللي بتعمل مشكله، خصوصا ان احنا الناس بتعمله وهي عامله بلوك لمفصل الركبه. ازاي؟ انا ماسك البار على ظهري اكن هلعب سكوات وفتح رجلي مضايقه شويه بمستوى كتفي اهو. فالناس بتعمل تنزل فرده ظهرها لكن عامله بلوك المفصل ايه؟ الركبه. ده غلط. سبحان الله، ده موجود حتى في الصلاه، ان انا لازم اعمل سوفت ني اللي هو شبه فرد لمفصل الركبه اهو. نازل انزل زاويه 90 افرد ركبتي سنه، فبيعمل لود على العضلات الخلفيه للرجل اهو. وهو ده التمرين الصح. ظهري مفرود وركبتي متنيه سنه، بنزل بالراحه في 3 عدات واطلع في 3 عدات، وهو ده التكنيك الصح. يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهارده. دول اهم 3 تمارين في تمرينات الرجل واهم تمارين فيهم، وان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منهم ويبعد لكم عن اي اصابه يا رب. ربنا يحفظكم. مع كابتن هون فوكس، مع الف سلامه النادي الاهلي. الف سلامه.